بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. آه, يا أخوانا نحن الان في عصر يعني حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الازمنة هذه المتأخرة. نعم برايكم الى ايام ملا ملا است ان هوياتنا كالروفت محمد صلى الله عليه وسلم ندري مست اياكتا اياستا فما هو الخلاص يعني ما كيف يعني ننجو؟ قال عليه الصلاة والسلام عليكم <applause> أيلزموا تمسكوا بكل ما أعطاكم الله من قوة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم أي طريقة المصطفى عليه الصلاة والسلام نعم ات صلى الله عليه وسلم أن نعم أولا لابد أن في كل يوم تحافظ علي الصلوات المفروض الخمس ولا تتركها أبدا هذا يعني المحصلة اليومية في كل يوم يعني هذا لا يمكن أن يترك et esimene asi , mida ei tohiks kunagi jätta , on uh, viiekohustusliku uh, igapäevase palvuse tegemine . et uh, neid peaks alati , neid peaks alati tegema ja , ja mošees , kui see on võimalik . näiteks on mõni linn , kus Ante ei ole . et näiteks te keegi elab linnas , kui sa elad linnas , kus ei ole mošeed . أن حتى لو تكون لكم غرفة تجتمعوا فيها وتصلوا. نعم. هذا مهم جدا. نعم. أيضا لابد بد إخواننا أن نجتمع ولا نفترق، نجتمع على الكتاب والسنة وما كان عليه الصحابة رضي الله، لابد نجتمع، لابد. نعم.

هنديكس یک وندن مالیکی گولگونا هرگی وهذا حنفي نديكسن كه حنفي گولگونا هذا لا يوجد التنازع والافتراق وت... نعم سيد هنديكس بيكسيت اولاما مگی سوجس ات يلد ديوايدلوس سلبهرست هذا يصل خلف هذا وهذه يصل خلف هذا وهذا يتزوج من هذا وهذا يتزوج من هذا لا اشكال et näiteks see vend , kes on mäelik ja palvetab selle venna taga , kes on Hänafi koolkonna järgija ja vastupidi , samuti nad võivad abielluda nende perekondades . No. aga samas on teised asjad , mis tõesti annavad aluse selliseks eralduseks ja millega ei saa leppida näiteks , näiteks kui tuleb sunniid ja siis on näiteks šiiid , selliseid asju näiteks ei olnud prohveti ajal , et on , ühed on sunniidid ja teised on šiiidid . et kõiki need asjad şey , mida ei olnud prohvet Muhamed , need uh, , need peaks eemale uh, tagasi lükkama . هل يوجد شيعة رافضة زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ أيت كاس بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم ايت بروفيت محمد صلي الله عليه وسلم اولي تلا مشيد. إذا نكون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. نيتي يرجم سدا سدا بروفيت صلى الله عليه وسلم الحفظ اليومي قلنا لكم لابد تستمع الحفظ اليومي مع معرفة معنى الآيات تفسير مختصر وتستعين بالله العمل خمس آيات عشر آيات مثلاً. هركز مات بياكسيكا باب õppima ka koraani natuke pähe , kas siis kümme värssi või kui see on palju , siis näiteks viis värssi ja koos selle tähenduse lugemisega ja selle põhjal tegutsemise , tegutsemisega . Äh, näiteks esmaspäeval ja neljapäeviti päästumine . valgete öödel või valgetel päevadel paastumist , tähendab kuu keskel äh, . islami kalendri , kuukalendri kuu keskel . õiglaste ja heade inimestega sõbrustamine . et äh, ole ainult usklike sõber sest see , äh, kes on sõber araabia keeles , see , kes on sõber araabia keeles , tähendab see , on seesama sõnaga , kes , kes nagu tõmbab , tõmbaja , siis nagu sõber on see , kes , kes tõmbab millegi juurde . ja on ütlus äh, araabia keeles , et äh, ütle mulle , kes , kes on see , kes on sinu sõber ja ma ütlen , et kes sa oled sina . كذلك إخواننا لابد أن يكون لك في كل يوم درس. يا زمرت بعك سلاما ملكا باء فيك يكثند. كيف؟ أكده سوي ملكك. يقول ما يوجد عندنا هنا أحد يدرس أصلاً. أتلب ميليا لازم كذا كذا سهل جداً. أنت سبق ليتنا. تريد من يعلمك؟ كذا كذا سلطة بتكس. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تستطيع أن تأتي بالشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى هنا في أستونيا ودرسه ده نتكتس الشيخ ابن عثيمين سيد بتكس سويت ببلتهان ما ده تطلع تريد يعيد يكرر يعيد يكرر تريد يسكت يسكت تريد يراجع لك يراجع لك نعم تريد بعد الفجر بعد في أي وقت ده التراجعك ستراجع بقداه التباوزي ده التباوزي ده بكورداك ستكوردا فجرة لسق مزا نعم عبر هذه الوسائل ت... ت... تبدا بدراسه منهجيه، اول شيء التوحيد، نعم الاصول الثلاثه اولا قواعد اربع الدروس المهمه كتاب التوحيد بلوغ المرام دراسه البلوغ المرام. اهم كتابين عندنا اهم كتابين عندنا كتاب التوحيد بلوغ المرام يا كوكس كي ده سام تراما ترانسيس يمالانس كتاب التوحيد راما تسيس بلوغ المرام نعم لو تسير باذن الله على هذه الطريقه ممكن سنتين وانت ما شاء الله يعني حصلت محصله كبيره ولله الحمد كوي سلس سلس ديت وتسدا يارجيس فلا كاه اس

رأيتكس... بعض الناس يعني يعيش في أحلام اليقظة. من <laughs> أدنى من يسكن أطلاق ست. يعني أحلام وهو مستيقظ. نعم. كيف؟ يعني يقول من الذين يصير نقول يقول مثلاً أنا هنا في أستونيا ما استطيع أطلب العلم تطلع بدت سينيسي صلى مولاي وين مالك تعلم شو ما ولا أحفظ القرآن في <أذه> قراني بها بده ولا أنا أريد أذهب إلى المدينة بيت مدها المدينة سمينا نتكس الذي لا يطلب العلم هنا لن يطلب العلم في المدينة إلا إن شاء الله سي كسي يوم تدري عن مسيسيني يوم تدري عن مسيك المدينة لأن سوف يذهب إلى المدينة يقول أيضا المدينة ما استطيع أطلب أريد أن أذهب إلى موريتانيا أريد أن أذهب إلى كذا ولا يطلب أنت الآن لا تكن كالحمقى الذي تقدر عليه هذا هو اللي سائلك الله عنه يا أخي اصنعوا نعم Et se, kes لا مدينة Medinas õppima, seal ei õppi, siis ta tahab näiteks kuhugi Mauritaanasse mujale minna, siis ei kes tahab teadmisi omandada , saab seda teha ka siin , et , et tuleb ainult teha seda , mis , milleks me oleme suuteline ja muud rohkem ei ootagi jumal meil . et mõned inimesed arvavad , et on nagu mingisugune , mingisugune masin , et inimene pannakse ühest asjast sisse ignorantsena , et tal ei ole mingit teadmisi , tal teisest asjast õpetlusena välja .

يقول إمام بخاري قصست الإمام مسلم من أين خرج الإمام مسلم قست باريتا هل قال أنا لست عربي هل قال أنا لست بعربي ركزنا بكرس بن عرابي لا الجنة لا تعرف عرب ولا عاجم لا الجنة لا تعرفها عربي ولا غير عربي تعرف نعم إذا ترابلس لميت تراب لسن تعرف إخلاص لله وبذل غاية الجهد Äh, paradiis teab äh, siirust äh, jumala nimel ja siis äh, tegutsemist . mõned ütlevad , et in, mõned inimesed ütlevad et ei , et see on raske , et Eestis ma ei suuda .

الأصول الثلاثة والقواعد الأربع والدروس المهمة بفضل الله نعم على الكتب موجودة تراجع وهناك أسئلة في نهاية كل كتاب تكتبها نعم et korda neid üle korraka neid üle iga lõpus أريد بإذن الله عندما آتي المرة القادمة لا نعيد هذه الدروس لأن هذا فشل عندما أعيد نفس الدرس المرة القادمة المرة القادمة نختبر في هذا القديم ونبدأ دروس جديدة كتاب التوحيد بلغة المرام مثلا أن والله عيب

كلها في الدنيا وعن الجوال وعن السياسة وعن كذا تكون مجالسنا عن الأصول الثلاثة ما هي الأصول الثلاثة ما هي القواعد الأربع ما بما عرفت الله نعم et aidake mõhsteist nende asjade kordamisel ja et miks on meie koos istumised ainult üks on tegelema telefoniga või räägitakse poliitikast ja أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد وأسأله سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذا المكان أن يجمعنا بنبينا عليه الصلاة والسلام في الفردوس الأعلى من الجنة وأن يغفر لي ولكم وأستودعكم الله الذي لا تضيع جزاكم الله خيرا يا <applause> شيخ طلب لفتهم ja et nii nagu me siia kogu, kogunesime äh, nendel päevadel , et et jumal laseks meil koguneda kõigil ka koos prohvet Muhamediga , sellel lahul , sellel paradiisis no. .